مرحبا، اليوم بدي اعمل انا وياكم التوم للدجاج المشوي بخلطه جديده. اول شي بحط المي والنشا، بس اشتدوا بهيدا الشكل. هلا اطفي الغاز، كمان بحطهم بوعاء ليبردوا منيح. بس اتأكد من النشا انه برد منيح لنكفي الطريقة مع بعض. هلا حطهم بالمكنة كمان بحط الثوم. زيت، الحامض، السماق والملح، بخلطهم منيح مع بعض. انتهينا من الخلط، هيدا الشكل النهائي. بهيدا الشكل صاروا. هول التومات بعد ما حطيتهم بوعاء حطيتهم بالبراد شوي جمدوا بهيدا الشكل. بتمنى يلي بيحضر الفيديو يبعت تعليق اذا عجبته الطريقة ام لا، وان شاء الله بشوفكم بالفيديو الجاي. باي باي.